شخص نام وبعد أن استيقظ من نومه توضأ وصلى وبعد الصلاة رأى أنه جنب، فما حكم الصلاة؟ هل عليه إعادة؟ نعم بلا شك عليه إعادة، لأنه صلى وعليه جنابة ونسيها، فلا بد من أن يغتسل ولا بد من إعادة الصلاة، لأن صلاته الأولى غير صحيحة. نعم. والنسيان ما يسقط، ما النسيان ما يسقط الواجب، الواجب لا يسقط بالنسيان.